بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من سلسلة جافا ليز انترفاس جرافيك بنيت بينز. أو اليوم إن شاء الله غنديرو أن بتي كيسيان، أحد الكيسيونير بسيط. أو وأنا حطيت لي كومبوزون جرافيك هنا، دابا نشرحهم رابيدمون. أنا مبغيتش نبقى نهز حط في كل فيديو، دابا راكم حفظتو لا ميثود كيفاش كنهزو وندلو لو تكست اكسيتيرا. دونك المسألة الجديدة في هذا الفيديو هذا هو تشيك بوكس. ها هو تشيك بوكس هنا ادروات. او تشيك بوكس هو ان كازا كوشي، كيعطيك الاختيار واش تكوشي لا كاز ولا ديكوشيها. واضح هذه جديده في هادشي اللي كاين. دونك اش درت هنا؟ حطيت ثلاثه ديال لي لابيل فيهم لي كيسيون. عرفتو جافا اي تان لونغاج، وعطيك جوج ديال لي شوا، واش بروغراماسيون اوريونتي اوبجي ولا بريسيدورال. il sert à développer des applications Android. alors غتختار تكوشيها الا كانت هادي فغي، وتخليها مديكوشي الا كانت هادي فو. دوني ان لونغاج بروش ا جافا، ودوز اون كومبو بوكس وعمرتها ثلاثه ديال لي ثلاثه ديال لي شوا، بي اش بي، جافا سكريبت، وسي شارب. هذا هو الموديل ديال الكومبو بوكس. ودوز ان بوطون وهنا اون تكست اريا، شنو غيطلع لما تخدم البروغرام ديالك؟ دي جافا اي تان لونغاج، غتختار واحد من هاد لي دو شوا. اي سيغا ديفلوبي دي زابليكاسيون اندرويد، غتكوشيها ولا ديكوشيها. دوني ان لونغاج بروش ا جافا، وغيختار واحد من دوك ثلاثه ويدير فاليدي. وهنا غندير ليه كوريجي ديال لي ريبونس ديالو، نقول ليه تا ريبونس اي كدا كدا كدا، لا ريبونس كوريك اي كدا كدا كدا، جو في كوريجي سا ريبونس. واضحه مزيان. الوغ دابا انا حطيت لي كومبوزون مازال ما سميتهمش، التسميه بغيت نديرها قدامكم. اذن شنو نحتاج نسمي؟ نحتاج نسمي لي راديو باتن. غنجي هنايا الكود، نسيليكسيوني هاد الراديو باتن الاول، غنجي الكود غنسميه راديو باتن بي او او. دوزيام راديو باتن غنسميه ار بي بروسيدورال. غنجي تشيك بوكس شمية سي بي اندرويد مثلا، هنا سي ام بي لونغاج، هنا بي تي ان فاليدي، هنا تي اكس تي ريبونس. مازين. دونك باقي لي مساله وحده، انني ما نسمحلوش في هاد لي دو راديو باتن يسيليكسيوني لي دو. دونك كنا قلنا كنديرو ان باتن جروب، ها هو باتن جروب. دونك كنهزو نحطو هنا، دونك راه تزاد ليا البروجي ديالي ان باتن جروب، فكنسيليكسيوني لي دو راديو باتن ونجي البروبريتيز ديالهم، وكيبان لي انا باتن جروب، كنسيليكسيوني الباتن جروب. مازين. طيب دابا ما عندكش حق سيليكسيوني لي دو اون ميم طون، صافي. إلا هكا سالينا لانترفاس جرافيك، خصنا ندخلو المرحلة ديال الكود. أول حاجة خصني نخزن لي ريبونس ديال ليتيليزاتور. أو كاينين ثلاثة ديال لي ريبونس، الاختيار ديالو من هاد لي دو راديو باتن، واش مسيليكسيوني هاد تشيك بوكس، وشنو مختار من الكومبو بوكس. إذا نحتاج ثلاثة ديال لي فاريابل يكونوا دو تيب سترينغ، كل وحدة نخزن فيها لا ريبونس ديالو هنايا. دونك غنجي السورس لا ديكلاراسيون ديال لا كلاس، وندير برايفت سترينغ ريبونس 1 فيرغول ريبونس 2 فيرغول ريبونس 3 1 فيرغول. وغندير اون ميثود خاصه غير باش تعمر لي هاد لي فاريابل بال ريبونس اللي اختار ليتيليزاتور. دونك غنجي هنا تحت الكونستركتور وندير اون ميثود برايفت، دونك برايفت فويد، ونسميها كوليكتي ريبونس. فاول حاجه خصني نعرف شكون في هادو اللي مسيليكسيوني، واش بي او ولا بروسيدورال. فغندير اون كونديسيون اف راديو باتن بي او او بوان از سيليكتد، هي هادي لا ميثود اللي كتاكد ليا واش واحد الراديو باتن مسيليكسيوني ولا لا. هنايا ريبونس ان غيكون فيها، غنكتب داك لو ميساج اللي كاين في الاول اللي هو جافا اي تان لونغاج بي او او بوان فيرغول. ايلز يعني الا ما كانش راديو باتن هو اللي راديو باتن ديال بي او او اللي مسيليكسيوني، غيكون راديو باتن الاخر هو اللي مسيليكسيوني. دونك ما نحتاجش نكتب هنا الكونديسيون، لان كاينين دو كا، يا اما مسيليكسيوني هذا يا اما مسيليكسيوني الاخر. دونك غنكوبي هادي كونترول سي كونترول في، وهنا نبدل هادي بروسيدورال. دونك ها لا ريبونس 1، لا فاريابل ريبونس 1 انا خزنت فيها لا ريبونس ديال ليتيليزاتور. مازال نجي دابا لا ريبونس 2،
اكتب لي اسا غادي ديفلوبي دي زابليكاسيون اندرويد اذا كانت هذه مكوشيه. اذا ما كانتش مكوشيه اكتب لي ان نو سيغ با ا ديفلوبي دي زابليكاسيون اندرويد. اذا انت هنا كاينه اون كونديسيون، غندير اف سميت تشيك بوكس سميت سي بي اندرويد ياك از سيلكتد، تا هي فيها لا ميثود از سيلكتد، واش مسيليكسيوني لا كازا كوشي ولا مسيليكسيونيهاش. ايوا ريبونس 2. الوغ نجي هنا Edit text, on copie edit, CTRL C, dans la source, pour des N. Else, il y a une idée de ma quintiche, mon conchéa, ma chim sélectionne. Ça, réponse 2 égale, on colle les out, yani, c'est pas les guillemets, point virgule. Maintenant, il ne sert pas à développer des applications Android. مازين دا ريبونس دو مخزن فيها هادي ولا هادي بناء على واش تشيك بوكس مسيليكسيونيا ولا لا. مانتونو تخوازيام ريبونس غنحط فيها ليليمون لي مسيليكسيونيناه، فا غندير ريبونس 3 هنا محتاج ندير اون كونديسيون ايكالا سي ام بي لونجاج بوان جيت سيليكتد ايتم. شو يعني ليليمون لي مسيليكسيوني؟ كيعطيني ان اوبجي، حتى هنا public object كترجع لي ان اوبجي، ولكن غنرجع انا ان string باستماع لا ميثود تو string. دونك غندير get selected item point to string، فكيحولوا لي اون شين دو كاركتر ويخزنوا لي في لا فاريابل ريبونس 3. اذا دابا لي 3 ريبونس اون كولكتي لي 3 ريبونس، لي ريبونس راهم مخزنين عندي في لي فاريابل. اش غندير دابا؟ غنكليكي غير البوطون فاليدي، خصو يافيشي لي هنايا. اذا في عطل الخدمه le bouton valider. Double clic sur le bouton valider باش ندخل الكود ديالو. ها هو هيدا الشيء. دونك اول حاجه خصني ندير، خصني ندير لابيل ديال هاد لا ميثود، هاد الخدمه ديالها خصني نعيط عليها فاش كليكي على البوطون فاليدي. دونك هكا بوان فيرغول صايي. ايوا دابا خصني تافيشا تكست اريا. دونك تكست اريا سميناها تكست ريبونس. اذا غندير تكست ريبونس point append l'oul réponse 1 embed txt réponse point append réponse 2 atlamada txt réponse point append réponse 3. Et d'un débarrage d'ina les réponses pour tenir le texte et qui n'y a pas maintenant on dit un message. Alors on dit txt réponse point set text, on dit là vos réponses des deux points. Il vient d'abord afficher les vos réponses. Vous avez le star, alors vous avez le star. On dit là concaténer les guillemets les anti slash n. Vous avez le star. Donc ma boutique et ma boutique je vais le star. Là vous avez chaque réponse est affichée là. Vous avez le star. Il y a la concaténation en copie là. On dit là tiens là. ونخدمو البروغرام نشوفو فين وصلنا هاد الساعة. هاهي أنا نختار بي أو أو دير تشيك بوكس هنا وندير هنا سي شارب فاليدي فو ريبونس. جافا إيت أن لونجاج بي أو أو إيسي غا ديفلوبي دي زابليكاسيون أندرويد سي شارب. ألوغ هنا خصني نكتب لي أن ميساج، نكتب لي لو لونجاج لو بلو بروش دو جافا إي سي شارب. ألوغ خصني نبدل ميساج هنا. دونك ريبونس 3 غندير ليه ليغيومي هنا ونكونكاتيني وهنا نكتب لي ميساج ان لونغاج بروش دو جافا اي وغادي نافيشي سي شارب. نخدمو هنا بي او او سي شارب فاليدي هو ريبونس. جافا ايت ان لونغاج بي او او يسير ا ديفلوبي دي زابليكاسيون اندرويد ان لونغاج بروش دو جافا اي سي شارب. دونك سا مارش. الوغ اش بقى خصني ندير دابا؟ نكوريجي ليه هنا. هنا غندير ليه كوريكسيون، واذا كان ريبونس صحاح نقول ليه toutes les réponses sont correctes. الا كان شي واحد غلط يكوريجي ليه هنا. واضحه مازال راه بقى واحد المساله الا انتبهتوا فاش يلا كنخدم البروغرام انتم غنعاود نخدمو. تلاحظوا هنا ما مسيليكسيوني حتى وحده فيهم، فخصني اون فوا يخدم البروغرام وحده تكون مسيليكسيونيه. فغنجي الا بغيتي شي حاجه طرا اون فوا يخدم البروغرام خصك ديرها، خصك ديرها في الكونستركتور. دونك ها هو الكونستركتور. غنجي هنايا وندير سميت الراديو باتن الاول راديو باتن بي او او بوان سيت سيلكتد.
هاي 7 سيلكتد. او هنا قال لك سيت ذا ستيت اوف ذا بوتون، يعني الحاله ديال لو بوتون واش مسيلكسيوني ولا ما مسيلكسيونيش. ترو الى درتي لي ترو كوم بارامتر، يعني كتقول ليه لو بوتون بغيتو يكون مسيلكسيوني. واضحه؟ كاع نجي هنايا وندير لي هنا ترو، الى خدم دابا البروغرام تلاحظوا الفرق. شو اون فوا خدمتو سيليكسيوني واحد فيهم، الى اختاريت بروسيدورال كيتبدل، اذا ما تخليش لي دو ما مسيليكسيونيش بجوج. اون فوا يخدم بروغرام خاص واحد فيهم يكون مسيليكسيوني. اذا دابا نرجع للمساله اللي قلت خاصني نديرها، وهي ندير لي الكوريجي ديال لي ريبونس ديالو. اذا غنديرها حتى هي سو فورم دون ميثود بوحدها. اذا غندير هنا برايفت فويد كوريجي، وغنجي دابا دي تيست if radio button procedural point is selected. يعني الا كتب سيليكسيوني procedural فراك غلطتي، لان جافا ايت ان لونغاج بي او اورينتي اوبجي ماشي procedural. اذا الا كتب سيليكسيوني هادي ف غندير هنا txt response point append Java est un langage POO. يعني انت راك كتبتي بروسيدورال، كنقول لا جافا راه تان لانجواج بي او او. ها الريبونس الاولى صلحناها. الا اختاريتي في التشيك بوكس انك ما مكوشيهاش، الا ما كوشيتيش تشيك بوكس يعني راك غلطتي عاوتاني، لان جافا كان ديفلوبي به دي زابليكاسيون اندرويد، دونك خصك غادي تكوشيها. الا ما كوشيتيهاش راك غلطتي. اذا غنجي هنايا وندير اف سي بي اندرويد بوان از سيليكتد. حنا قلنا ما بغيناش تكون تكون سيليكسيوني، فخصني ندير النفي ديال هادي، او كندير النفي بان ندير هنا علامه التعجب. او علامه التعجب كتقصد النفي ديال الاكسبرسيون اللي جايه من موراها. يعني هنا كنقول ليه واش تشيك بوكس مسيليكسيوني، لما دات ليها النفي ولات واش تشيك بوكس ما مسيليكسيونيش. يعني الا لقى تشيك بوكس ما مسيليكسيونيش خصو يعاود هادي كونترول سي كونترول في. لكن الميساج اللي غيتبدل هنا هو هذا، il sert à développer des applications Android. C'est ça. Il a retard PHP ou là JavaScript. On dit là if CMB langage point get selected item. L'élément est sélectionné dans le to string. Donc point to string. On dit point equals. On a le سي شارب. اش كنقول لهنا؟ كنقول له سير الكومبو بوكس وجيب لي ليليمون اللي مسيليكسيوني وحولوا لي اون شين دو كاركتير وشوف لي واش كيساوي سي شارب. انا بغيت العكس ديال هادي، يعني واش كيساوي بي اش بي وجافا سكريبت. اذا العكس ديالها غندير هنا بوان ديكسكلاماسيون عاوتاني علامه التعجب. يعني كنقول له دير هاد الشيء ومن بعد دير لي النفي ديالو. هنا خصني نصلح ليه عاوتاني، فغنكوبي عاوتاني هادي كونترول سي كونترول في. او هنا نحط هاد الستاد باش يبقى يبان داكشي. او هنا غندير ليه هاد لا لين هادي اي سي شارب. هادو دابا هادو اذا كانوا لي ريبونس خاطئين. او اذا كانوا لي ريبونس صحاح غندير اف. دابا الكونديسيون باش يكونوا صحاح هي شكون اللي خصو يكون سيليكسيوني ار بي بي او او بوان از سيليكتد اي هادي كونترول سي كونترول في. تشيك بوكس يكون سيليكسيوني عاد تكون لا ريبونس صحيحه، هو كومبو بوكس سيليكسيوني فيه سي شارب، يعني هاد لا لين كامله. جا يعني امتى يكون لا ريبونس ديالو كاملين صحيحين؟ الا كان سيليكسيوني البي او او فراديو باتن ومسيليكسيوني لا كازا كوشي تشيك بوكس، و ليليمون اللي مسيليكسيوني في كومبو بوكس هو سي شارب. إذا كان هادو كاملين متحققين فغي يزيد ليا في التكست اريا، يعني في التكست ريبونس بوان أبند. هنا غيقول ليا فو ريبونس سون كوريكت. خدم البروغرام وخصني نعيط على لا ميثود كوريجي. دونك غنجي هنايا ندير ليه كوريجي، نخدم البروغرام. الو غنسيليكسيوني في الأول لا ريبونس كاملين صحاح، دونك هاد بي أو أو ها il sert à développer des applications Android dans un cochia. On a sélectionné C sharp, validé vos réponses. Java est un langage PO, il sert à développer des applications Android, un langage proche de Java et C sharp. Vos réponses sont correctes. La réponse est Camille Sah.
Il y a d'abord sélectionné une étape procédurale maintenant. Validez. Vos réponses. Java est un langage procédural. Il sert à développer des applications Android. Un langage proche de Java et C-Sharp. Ou on a lié des clés. Java est un langage POO. Ok, on a expliqué la ligne une correction maintenant. J. Naya. Corriger. On dit na. Txt. Réponse. Point. Append. Correction. On the star. Maintenant, concaténé, anti-slash n. Dans le programme, alors, ça procédural, manque au chichéadir, ça PHP, validé, c'est le staff kullamada. Donc, vos réponses, Java est un langage procédural, relatif. Il ne sert pas à développer des applications Android, relatif. Un langage proche de Java et PHP, relatif. Correction, Java est un langage POO. Il sert à développer des applications Android. Un langage proche de Java est C Sharp. Ah, voilà, il y a galé les erreurs d'hier. Ok, mais qu'est-ce que je start? Iden, naya, corriger, diman habat start. Donc, ainsi, il y a plus, anti slash n. On copie A, contrôle C, Gina, contrôle V, Gina, contrôle V. عاود خدم بروغرام المرة الأخيرة إن شاء الله. بروسيدورال كازا كوشي ما نكوشيهاش جافا سكريبت فاليدي vos réponses. Java est un langage procédural. Il ne sert pas à développer des applications Android. Un langage proche de Java et JavaScript. Correction. Java est un langage POO. Il sert à développer des applications Android. Un langage proche de Java et C Sharp. Alors, il a ça marche. Il a créé une POO pour cocher. C'est à dire que le JavaScript les ralta. Reste hier et JavaScript. Reste hier et le langage le plus proche. Bah, tu vois, les autres, qui sont les gens qui m'ont dit, qui m'ont dit, c'est ça. L'irrectifia, on a corrigé. Vous pouvez dire, c'est un message qui est un point. Un message qui est un point. Si vous avez une vidéo qui est واضح, ou je dis, c'est un checkbox. Ou la méthode est selected. Vous pouvez dire, c'est un radio button. C'est un checkbox. Alors, vous pouvez dire, c'est un radio button. Vous pouvez dire, c'est تشيك بوكس. اذا كانت منا تكون استفدتوا من هذا الفيديو، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.